يمكن دايما هنا في إن بوكس بنهتم جدا بتقديم الجانب الثقافي، ويمكن ضيفتنا النهارده بتقدم نوع مميز جدا وقريب قوي لقلب الناس، وهي السير الذاتية لفنانات الزمن الجميل. الصحفية والروائية الجميلة مريم الشريف بتتخصص في كتابة السير الذاتية لفنانات الزمن الجميل، ومش بس كده، كمان عندها حب قوي في تأليف الروايات والقصص الخيالية أو القصص الحلوة اللي ممكن تساعد على نمو ذاكرة القارئ، وكمان بتحترم عقليته جدا. عشان نتعرف أكتر عن شغف مريم الشريف وعن يمكن قصصها والسير الذاتية اللي ألفتها عن حياة الفنانين والفنانات الزمن الجميل اللي احنا اتربينا على أفلامهم وفنهم الجميل الرائع، هي منورانا في الاستوديو عشان تكلمنا أكتر عن كتبها. ازيك يا مريم؟ الحمد لله، منورانا حبيبتي. أهلا بيكي وأهلا. ازيك يا مريم، أخبارك ايه؟ الحمد لله، منورة الدنيا كلها. ميرسي، ربنا يخليك. شكرا. طبعا تحياتنا ليكي كمان وكل بقى يعني الزملاء في روز اليوسف. طيب مريم، شكراً. يعني ما شاء الله، زي كده ايه ما نور قالت من شويه، يعني ناجحه في طريقك، يعني سواء كان المجال الصحفي او كمان الروائي، انك تكتبي عن السير الذاتيه. من ضمن الكتب يا جماعه اللي انا يعني اول ما شفته كده ايه شدني، وطبعا مريم شكرا جدا ليها ان هي اهدتنا الكتاب ده للطبعا اميره الشاشه مريم فخر الدين، وهنتكلم عليها ان شاء الله كده ايه معاها باستفاضه من خلال الفقره. لكن مريم كده في البدايه قول لنا يعني نبذه بسيطه كده عنك، ايه اللي حببك اول حاجه في الصحافه ثم الكتابه؟ طبعا اولا دراستي، يعني انا دارسه، انا اداب قسم اعلام جامعه عين شمس، ومعايا ماجستير في الاعلام في شعبه الصحافه من جامعه عين شمس، ومسجله دكتوراه دلوقتي يعني ان شاء الله طريقي يعني ان اكمل الدكتوراه ان شاء الله. بس فده اول حاجه دراستي. تاني حاجه انا بحب الصحافه، يعني انا اخترت تخصص الاعلام، تخصص صحافه، شعب صحافه في الاعلام، لاني انا بحب الصحافه وبحب العمل الصحفي. وعلى فكره اول حوار ان يعني عملته مع الفنانه الكبيره مريم فخر الدين وكنت لسه في الكليه، يعني كان مشروع التخرج بتاع المجله، كنت لسه في الكليه، عملته في 2010 مع مريم فخر الدين، وهي الحقيقه رحبت بيا جدا جدا، وما كانتش يعني، كانت ست لطيفه جدا وبسيطه، وهي عارفه ان انا مش صحفيه، كنت لسه هي عارفه ان ده لمشروع لمجله الكليه. والحقيقه الحوار ده كان غريب جدا، يعني اتعمل كمان في وقت غريب، كان في شهر رمضان، وكانت كواليسه كان حوار من نوع خاص. يعني احنا معانا صورتك مع الفنانه مريم فخر الدين. صحيح. لا ده كان بقى اخر حوار طبعا اللي انفردت بيه، كانت قبل وفاتها بسنه، عملته في نوفمبر 2013. دي صورتي معاها، والصوره اللي قبلها هي كانت بتوريني الصوره دي، البرواز ده كانت بتشاورلي على احمد مظهر. احمد مظهر لما كان في الكليه، في الكليه الحربيه، وهي الحقيقه كانت ربطتها صداقه وطيده جدا جدا باحمد مظهر، وبتقولي لما اتعرفت عليه في البدايه بتقولي انا كنت بقول له يعني انت ازاي كده في حد يسيب يعني انت كليه حربيه، ضابط جيش، زميلك الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وتسيب ده وتبقى ممثل وتقرر ان انت تبقى ممثل، ازاي كده؟ طبعا هو كان صديقها جدا جدا وفضلت معاه حتى وفاته، يعني لغايه لما شافته وهو بيتم دفنه. وهي ما اتجوزتش احمد مظهر على فكره، يعني الاشاعات اللي كانت بتقول لا هو كان صداقه مقربة. اخويه قوية. لكن هي ما اتجوزتش، هي اتجوزت اربع مرات. طبعا البدايه كان المخرج محمود ذو الفقار، محمود ذو الفقار طبعا اتجوزها، هو كان بتربطه صداقه بوالدها، وعلى فكره هو كان اكبر منها بكثير، يعني هي كانت عندها 16 سنه ومحمود ذو الفقار كان عنده 46 سنه، فكان الفرق كبير كبير جدا. هي طبعا دخلت التمثيل بالصدفه، يعني بعد ما تم وضع وجهها كاجمل وجه على مجله الايماج الفرنسيه، وبعد كده جت بقى توالت العروض عليها. اول عرض كان من الفنان انور وجدي، طبعا يعني باباها استقبله بشكل سيء جدا وطرده وقال له لا ما عنديش بنات ان تمثل وتدخل عالم التمثيل. بعد كده كان حسين صدقي لقى نفس المصير بتاع انور وجدي. بعد كده بقى جه احمد بدرخان، احمد بدرخان كان عنده قطعه ارض في الفيوم، وطبعا هي مريم فخر الدين والدها كان مفتش راي وعنده اراضي طبعا في الفيوم، فكان هو صديق احمد بدرخان جدا. فاحمد بدرخان اداله روايه عن فتاه لقيطه،
وقال له ايه رايك اقرا الروايه دي. ففعلا قراها الروايه وعجبته جدا، وقال له طيب ايه رايك ما دام عجبتك بقى مريم تقدم دور البنت دي في فيلم اسمه ليله غرام. فمن هنا بقى جات البدايه واقتنع ووافق جدا. يعني احمد بدرخان كان هو مكتشف مريم فخر الدين من خلال اول فيلم عملته ليها، كان 1951، كان فيلم ليله غرام. وبعد كده بقى توالد بقى اعمالها، يعني رد قلبي، حكاية حب. هي أيضا مريم فخر الدين كانت بتحاول تتمرد على شكلها، بتحاول إن هي تخرج تثبت عكس شكلها، إنها تقدر تعمل أدوار كتير، مش بالزبط. البنت الجميلة البنت صحيح. الناس اللي هي الطبقة الراقية والكلام ده صحيح، بدليل ان احنا شفناها في الارض الطيبة، في فيلم الارض الطيبة عملت دور الفلاحة، عملت برضو دور الفتاة المتدينة المحجبة بائعة البليلة في فيلم طهرة. طبعا طهرة كان اخراج فطين عبد الوهاب. برضو البعض المشككين اللي بيقولوا ان كل افلام مريم فخر الدين كانت اخراج زوجها، لا طبعا هي عملت طهرة فطين عبد الوهاب، عملت رد قلبي كان عز الدين ذو الفقار، عملت حكاية حب كان المخرج حلمي حليم. يعني هي عملت افلام كتير، وكمان هي اتمردت برضو على دور الاميره اللي عملته في رد قلبي، وعلى دور البنت الساريه اللي عملته في حكايه وعملت حب. ادوار شريره كمان، وعملت ادوار شريره، وعملت دور الام. يعني شفناها في فيلم بئر الحرمان كان عندها 40 سنه وام لسعاد حسني. فطبعا يعني ما كانش بيهمها، يعني هي بتقدم اي دور بغض النظر بقى سواء حتى فرق عليها. السن وبيليق عليها صحيح. طيب مريم فخر الدين طبعا هي جميله الجميلات يعني. طيب مريم ايه اللي خلاكي تتجهي ناحيه السير الذاتيه للفنانات مش الفنانين عموما، يعني الستات او المشاهير من الفن في الستات؟ لا هو ده جه بالصدفه، يعني بالصدفه ان انا اول حوار ليا كان مع فنانه اللي هي الفنانه مريم فخر الدين، وطبعا اللي انا عملت معاها حوار في 2010، وبعد كده الحوار الثاني كان في 2011. 2011 كان بعد الثوره، والحوار ده كان سياسي جدا، واتكلمت عن الثوره وكانت فرحانه جدا بثوره 2011 وكانت عن احداث سياسيه، يعني دخلت وتعمقت فيها شويه. كان الحوار ده كان سياسي ما كانش فني خالص. وقالت لي ان اول واحده كلمتها يعني لما قامت الثوره كانت شاديه كانت صادقتها جدا. اكيد برضه هي كان بالنسبه لها بتشوف بعض التغيرات يمكن اللي بتحصل يعني بشكل مختلف شويه في العصر الحديث، يعني ده اللي بنتكلم فيه. لان طبعا اكيد حضرت قبل كده يعني بعض الامور يمكن اللي فيها حروب والخلافه، طبعا من بعض الحاجات اللي حصلت اياميها طبعا يعني اكيد صحيح من خلال التاريخ. ده كان أول لقاء مظبوط كده؟ ده كان تاني لقاء اللي هو في 2011 بالظبط، اللي هو اتكلمت على الأحداث السياسية. تالت لقاء بقى والأخير اللي هو كان في نوفمبر 2013، يعني ده كان انفراد ليا، أنا كنت آخر صحفية عملت معاها حوار. ده بقى الحوار ده بقى كان كبير جدا، وكان بقى حوار بقى صحفي، يعني انا صحفيه بقى عن كل حاجه، يعني حتى يعني عن حياتها الشخصيه، عن علاقتها بوالدتها. هي يعني علاقتها بوالدتها ما كانتش كويسه، كانت علاقتها كانت سيئه جدا بوالدتها، عن علاقتها باخوها يوسف فخر الدين، يعني هي كانت بتعامله زي ما يكون ابنها رغم ان الفرق بينهم 4 سنين بس. برضو اتكلمت عن زواجاتها، اتكلمت عن زواجها من فهد بلان على فكره. يعني حلو قوي يا مريم. يعني بص احنا دايما ايه يعني يمكن بالاخص الفقره دي مخصصه اكتر يعني علشان خاطر نعرف بعض التفاصيل اللي احنا مش عارفينها، بعض الامور يمكن اللي مش من السهل حد يكتشفها الا الصحفي الشاطر زي كده. قول لنا يا مريم يعني ايه ابرز الحاجات يمكن اللي احنا ممكن نعرفها عن مريم فخر الدين؟ يعني اول حاجه هي مين، اول حاجه هي جنسيتها ايه، عاشت في مصر قد ايه، الموضوع بدأ معاها ازاي برضو، وبعد كده عدد بقى الزيجات او اللي هي الرسميه بالنسبه لها، والحب في حياتها اللي ما تمش برضو بالزواج. يعني طبعا هي اتجوزت 4 مرات زي ما قلت لحضرتك. محمود ذو الفقار ده كان اول واحد المخرج، وهي عانت طبعا في زواجها جدا مع محمود ذو الفقار، يعني من خلال الكلام اللي كانت بتقوله لي. بعد كده اتجوزت من المطرب السوري فهد بلان، وهي كانت يعني هي كانت سعيده جدا في زواجها من فهد بلان، لكن الانفصال حصل طبعا لان هو ما بين سوريا وما بين مصر، وكان الوضع متلخبط جدا. بعد كده من
الدكتور عبد الحميد الطويل، ودي كانت يعني اطول زيجه ليها. دكتور عبد الحميد الطويل ده تعرفت عليه في المانيا، هو طبيب انف واذن وحنجره، هي كانت بتبقى بتعاني من مشكله في ودنها، فتعرفت عليه من خلال كده يعني من خلال الكشف والعلاج بالظبط، وانجبت منه ابنها المهندس محمد طويل. على فكره المهندس محمد طويل دعمني جدا في الكتاب ده، وانا بحب ان انا اشكره من هنا يعني، وليه حوار في الكتاب يعني، بس هو بقى حوار كان مختلف يعني، ارفقته بالكتاب. اتكلم عن مريم فخر الدين كأم، يعني كان بيقول لي انها ام حنونه جدا، ما كانتش صارمه خالص، كانت طباخه ماهره جدا، كانت بتعرف تطبخ اكل ما بين المجر ومصر، وخاصه هي والدتها كانت مجريه. يعني مريم فخر الدين كمان حتى في يعني على مستوى حياتها هي برضو كانت مشتته الديانه، يعني برضو حتى في طفولتها حكيت لي موقف ان والدها كان داخل وتفاجئ ان هي كانت بتذاكر من الكتاب الدين المسيحي، وتفاجئ برضو ان هي كانت مسجلة باسم ماري مش مريم. فبتقولي برضو دي كانت هتحصل مشكلة كبيرة بين والدها والدتها بسبب الموضوع ده، ولكن والدها فهمها يعني، قال لها لا انت مسلمة لوالدك وكده يعني. بس فهي برضو اتكلمت معايا في حاجات كتير جدا، وبرضو طبعا اتكلمت عن علاقتها بأحمد مظهر، هي كانت يعني بتحبه جدا جدا زي أخوها طبعا وصديق ليها. اتكلمت عن مشكلتها مع عبد الحليم حافظ بعد نجاح الفيلم الكبير حكاية حب، حصلت مشكلة بينهم لما عرض عليها فيلم الخطايا دور فيلم نادية لطفي، دور نادية لطفي، وهي رفضت. يعني حست ان هي مش هتبقى يعني مش لايقه على الدور، هي حست ما حبتش الدور، بتقولي قريت الدور بتاع الخطايا ما حبيتوش خالص، حسيت ان لا يعني مش شايفه نفسها، مش شايفه في الفيلم. نفسها بس ندمت على الفيلم ده بعد كده بعد ما نزل؟ لا خالص ما ندمتش خالص على الفيلم ده، وحست ان برضو دور الفتاه الارستقراطيه السريه ان هي قدمته في حكايه حب وفي افلام كتير، هي كانت حابه ان هي تغير من جلدها. طيب مريم، طبعا الكلام مش هيخلص عن الفنانه الجميله مريم فخر الدين، ولكن احنا عايزين نغطي كل اعمالك. انت كمان بتحضري لكتاب عن السيره الذاتيه للفنانه الجميله هند رستم. صحيح. احكي لنا كده، انت هل هتتكلمي عن جانب الشخصي ليها في حياتها وعلاقاتها الانسانيه، ولا عن اعمالها وادوارها الفنيه فقط، ولا هتشملي كله؟ انا هتكلم على الجانبين الحقيقه. يعني هو الكتاب مازال في مرحله الكتابه دلوقتي، واكيد طبعا هستعين بيه مقربين ليها على مستوى العمل وعلى مستوى العائله. هند رستم ايقونه يعني طبعًا. من ايقونات السينما، وهند رستم اتظلمت لما تم تلقيبها بملكه الاغراء. يعني هند رستم ليها ادوار كتيره جدا خارج اللقب ده. صحيح. يعني عملت دور الام، مش حاطه ميك اب، مستغنيه عن اي حاجه تبرز ان هي بنت، ان هي ست جميله، من خلال امراه على الهامش اخراج المخرج الكبير حسن الامام. عملت دور المراه الارستقراطيه في الخروج من الجنه مع فريد الاطرش ومحمود ذو الفقار. عملت دور الزوجه اللي هي كانت بتعاني من مرض في القلب، وكانت حزينه على جوزها اللي اتهم في قضيه زور، طبعا فيلم كلمه شرف مع فريد شوقي. عملت البنت الشعبيه في ابن حميدو. بصي يا مريم، لا، هي كانت لحظه واحده، الموضوع مش هيعدي كده. لا لحظه، احنا عايزين نخلي يعني مثلا، ايه رايك نعمل لكل يعني، احنا طبعا ده شرفنا، تنورينا بعد كده تاني، بس نخصص فقره عن يعني برضو الشخصيات والسيره الذاتيه اللي انت ذكرتيها يعني او كتبتيها. طبعا يشرفني، طبعا يشرفني يعني، عشان ما نحرقش ايه يعني الموضوع كده ايه في دقيقتين، ما ينفعش. طبعا يشرفني، ليها وقت معانا. بس برضو معلش يا مريم، يعني مريم فخر الدين بالنسبه لنا كده برضو كل الحاجات الخاصه بيها احنا كده عرفناها، ولا في بعض الاشياء يمكن اللي انت وقفتي عندها واحنا برضو ممكن نعرفها منك؟ يعني مريم فخر الدين صراحه اصل ثلاث حوارات، فيعني انا اتكلمنا عن حاجات كتير جدا. يعني اتكلمت مثلا معاها عن ذكرياتها مع فريد الاطرش في رمضان. يعني بتقولي فريد الاطرش كان ساكن في نفس العماره اللي هي كانت ساكنه فيها، وبتقولي كان دايما في رمضان يعزمهم، يعني هي وزملائها من فنانين ومخرجين ومؤلفين، بيعزموا بعض على السحور او على الفطار. فبتقولي لو انا رفضت له مره، رفضت دعوه ليه، رحت لقيته جاي هو و20 واحد، العزومه بقت عندي انا، فبطلت ارفض اي عزومه. الناس بتوع زمان دول كان في حب وصفاء ونقاء جداً بشكل مش طبيعي، العلاقات كانت حقيقيه فعلا.
صحيح، والتعامل كان رائع، ما فيش يعني منافسة شريفة فعلا. يعني ما فيش أي حقد أو أي حاجة بينهم، فدي برضو ذكرياتها مع فريد الأطرش جارها. برضو كلمتني ان هي كانت بتحب في رمضان تحب الزلابيه، بتحب تاكل الزلابيه جدا. قالت لي برضو اثناء تصوير احد افلامها، اعتقد كان فيلم رد قلبي، برضو راحت زارت المسجد الاقصى، ودي كانت من الفنانات النادرين جدا اللي قدروا يدخلوا، بتقولي من الاردن، من خلال الاردن راحت وزارت المسجد الاقصى، فدي كانت برضو مفاجاه طبعا. ان انا اعرف ان هي زارت المسجد الاقصى. مريم فخر الدين ما كانتش بتقدر تصوم طبعا في السنوات الأخيرة، لأني طبعا كانت بحكم السن وكده، فبتقولي كانت كل رمضان بتفطر 15 صايم، فيعني هي حياتها يعني حياتها الإنسانية حلوة، كانت حلوة قوي وكانت مختلفة. صحيحة صحيح. ومريم فخر الدين وقت الثورة بتقولي ما كانتش بتحب تشوف نشرات الأخبار، هي طبعا بتجيد 7 لغات، فكانت على طول بتجيب على القنوات الاجنبيه تتفرج، بتغير الاخبار عشان ما تخافش. الحقيقه طيب مريم وقتنا خلص، الكلام مش هيخلص اكيد، بس لينا لقاءات تانية اكيد معاك ان شاء طبعا الله. طبعا يشرفني طبعا، نورتني جدا يا مريم، ميرسي جدا ليك. شكرا ومبسوطه جدا البرنامج انبوكس، من اكتر برامج اللي بحب اتابعها، ده شرف بجد، ومختلف فقراته، والفقره القانونيه والفقره الطبيه، كل فقراته بصراحه بحب اشوفها. ده شرف لينا والله، شرف لينا مريم بجد والله. شكرا ولينا يعني لقاء تاني بقى ان شاء الله. طبعا يشرفني طبعا. الحاجات المهمه كده، ايه، انا بحب قوي السير الذاتيه، يعني اي حد كده من الناس اللي احنا بنحبهم طبعا واللي اثروا فينا بقى في كل المجالات، اكيد الواحد بيتمنى يشوف كده ايه يعني اكتر من مريم في كل التخصصات بقى والمجالات، عشان نتكلم عنهم ايه باستفاضه كده. طيب احنا كده خلاص فقرتنا خلصت معاكم، وبعد الفاصل بقى نستقبل معاكم ايه خبيره علم الفلك والابراج سابي، لكل بقى ايه محب الابراج بقى، التوافقات، الكلام اللي هو اللطيف ده، خليكم معانا بعد الفاصل. يلا.